والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. إن شاء الله يكون هذا التفسير قد طرحه الكثيرون في المنام. صراحة أنا أتتني الفكرة قبل أن أقوم بهذا أو إنشاء هذا الفيديو بالأمس أو أول أمس، لا أذكر بالضبط. بعثت لي أخت من الأخوات ما تفسير الوسادة البنفسجية في المنام، وأجبتها إن شاء الله أو بالإجابة عن استفسارها. لكن هذا الفيديو سأخصصه لتفسير الوسادة بشكل عام في المنام، ماذا تعني الوسادة في المنام. فكما قال ابن سيرين: الوسادة تحمل خيرا كثير وتدل على أولاد، وربما تدل على أرزاق كثيرة حسب اختلاف الحجم والألوان. هناك من يرى مثلا الوسادة البيضاء وهي خير الرؤية، وكلما كبر حجم الوسادة كان أكبر كانت الرؤية ربما أجمل وتبشر بخير ورزق أكثر إن شاء الله. ربما في أحيان معينة هي تدل على الثراء الفاحش، الوسادة تدل على الثراء الفاحش، وأحيانا تدل على الزواج، وأحيانا تدل على ربما الانتقال من موقع إلى آخر أو من منزل إلى آخر، وربما في أحيان أخرى تدل على الرزق القريب العاجل. هناك رؤى ومنامات عندما نراها تبشر بالرزق صحيح، لكن يكون الرزق متأخر بعض الشيء أو ربما لبضع سنين، مثلا كرؤية البقرة أو كرؤية مثلا التبن أو غير ذلك. لكن رؤية الوسادة بصفة عامة تبشر بالرزق العاجل والقريب جدا جدا، ربما يتحقق في يومين ثلاث أسبوع شهر، لا يتجاوز هذه الفترة. بالنسبة للوسادة البيضاء فعموما هي تبشر بزواج في أغلب حالاتها، وخاصة للفتاة العزباء. هذه الرؤية تكون زواج إن شاء الله، وزواج مبارك وخير كثير لها إن شاء الله. بالنسبة لشرائها رؤية غير محمودة على الإطلاق، فهي ربما تبشر بمتاعب وهموم ومشاكل عائلية ومشاكل مع الأصدقاء وربما مشاكل عملية وتكون خاصة مادية. فالشراء عموما لا غير محمود بالنسبة للرجل أو المرأة أو العزباء أو المتزوجة إلى غير ذلك. ربما شراؤها في حالة معينة للفتاة العزباء يكون جيد، لأنها ربما تكون ذات مال ونفوذ وتحسن وضعيتها ربما الاجتماعية، أو لم إذا كانت كما قلت لكم ليست متزوجة فهي ستشتري شيء من هذا النوع، ربما ستشتري رجل، لكن الرجل لا يقاس ولا يشترى بمال. بالنسبة في حالات معينة بالنسبة للمتزوجة، عندما ترى أنها ربما تمتلك وسادة كبيرة جدا، فهذا تبشير لها بكثرة الأولاد من كلا الجنسين. تكون وسادة مثلا رأت في منامها أو في منامها في الفراش أو في مكان معين أنها تمتلك أو تشتري، أو ليس الشراء في كل الحالات كما قلت لكم، أو ربما أحد ما أهداها وسادة وتكون كبيرة جدا، فهذه بشرى بكثرة الأولاد من الذكور والإناث إن شاء الله خير لكل من يرى. بالنسبة للألوان، الألوان تكون مختلفة نوعا ما. الأخت فيما مضى قالت لي رأيتها وسادتين وتكون بنفسجية. بنفسجية اجتمعت فيها العديد من الألوان، ربما يجتمع فيها الأزرق والأحمر، أو ربما هذه هي، ربما أنا لا أعرف دمج الألوان، فهي تبشر بخير. فالأزرق يدل على مال كثير، والأحمر أيضا يدل على مال، وهذا ربما أختي زواج لك من رجل ثري جدا إن شاء الله خير. لكن عموما كما قلت لكم البيضاء هي أجود أنواع الوسادات في المنام، فهي تبشر بالخير الكثير وتبشر بعديد الانتقالات من السلبية إلى الإيجابية. كذلك اللون الوردي بالنسبة للعزباء أو المتزوجة أو حتى الرجل، فهو يدل على إنجاب الإناث دون الذكور. لأنه إذا رأى الشخص مثلا في منامك وسادة وردية فإن هذا يدل على إنجاب إناث
دون ذكور. بالنسبة للمرأة المتزوجة، إذا رأت وسادة خضراء فهذا يدل على سفر مع شريك حياتها. كيف ذلك؟ ربما سوف يأتيه عقد عمل في الخارج، وربما سوف يأتيه في عقد عمل في دولة معينة. وإذا رأت الوسادة الخضراء فإنهم سيمكثون في ذلك المكان لفترة طويلة، ربما تتجاوز السنة. هذا كل ما يخص المتزوجة. وبالنسبة للعزباء، يدل ربما أنه هناك زوج سيأتيها من دولة أخرى، مثلا هي تعيش في مصر أو في تونس أو في الجزائر، وسيتزوجها مغربي أو يمني أو ربما شخص من سوريا أو إلى غير ذلك. بالنسبة لرؤية الوسادة الزرقاء فهي كما قلت لكم تدل على الأموال الكثيرة و رزق عاجل جدا. بالنسبة للوسادة الصفراء، الوسادة الصفراء لا تبشر بخير، وكما نعلم أن اللون الأصفر في المنام هو مرض. فأحيانا عندما ترى وسادتين وتكون في حالات معينة، هناك من سألني مرة من المرات أنه قال لي، هي أخت قالت لي، رأيت وسادة بيضاء هي تمتلك، والوسادة التي بجانبها وسادة صفراء وهي مقدمة عن زواج. فهذا قلت لها، أختي، بأن زوجك سوف يكون مريضا ويعاني من مشاكل جنسية، اضطرابات جنسية، ربما لا ينجب، ربما له ضعف، فعليكم بالعلاج مسبقا أو راجعوا أنفسكم قبل الزواج. عموما الوسادة الصفراء ليست جيدة، تدل على مرض. إن رأيتها في السرير فهي تبشر ب ربما عدم نجاح العلاقة الزوجية، وإن رأيتها خارج فهي تبشر بمرض وربما عقم أو غير ذلك، فلها دلالات مختلفة. هذا إخواني في الله كل ما يخص رؤيا الوسادة في المنام. كل من له أي استفسار حول منام راودة فليترك لي تعليقه وسأجيبه. وإن لم أذكر لكم ألوان أخرى ربما مثل البرتقالي أو غير ذلك، يترك لي تعليقه سأجيبه، لأن التفسير باللون يكون حسب حالة الرائي. أين رأى هذا الشيء وكيف رآه؟ هل هي متزوجة أم عزباء أم مقبلة على إلى غير ذلك. لم يبقى لي إلا أن أقول لكم، أرجو أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا الضغط على زر لايك لتدعمونا أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.